مرحبا. طقس شتوي مستقر نسبيا وبارد على الجبال عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الحراره منخفضه والرطوبه عاديه، البحر متوسط الموج وحراره 117. اليوم طقسنا رح يكون غائم بسحب مرتفعه مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره وخطيطه على المرتفعات مع جليد على الطرقات الجبليه خصوصا خلال الليل. نسبه تساقط الامطار ببيروت من ايلول حتى اليوم 406 بينما السنه الماضيه 275 والمعدل العام 382. بنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 12، على المرتفعات 5 بالبقاع درجتين والارز 6 تحت الصفر، وجوله اخرى على درجات الحراره اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانيه 14 برحبه، ابي سمره 16 وراس بعلبك 9، جديدة 10، المختارة 9، المصيلح 16 والخيام 12. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 30 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 12-16 نهار الجمعة 11 أدناها وأقصاها 15 مع هطول للأمطار، والسبت أدناها 12 وأقصاها 16 والطقس عم بيكون غائم كليا. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 13، طرابلس 17، وتونس 15، روما 10، وباريس 8. وهيدا كان كل شيء. باي.